اتباعا تتساقط العناصر الإرهابية في قبضة الجيش واحدة تلو الأخرى. مؤخرا أعلنت الأجهزة الأمنية في عدن إلقاء القبض على من قالت أنه الأمير الفعلي لتنظيم القاعدة في مديرية التواهي والمعلى والقلوعة قبل تحريرها من الميليشيا الإنقلابية. الربط الزمني بين موقع القيادي سابقاً وسقوطه في قبضة قوات مكافحة الإرهاب اليوم يكشف عن أن الكثير من الجرائم التي حدثت بين هذين الزمنين في عدن ذات صلة بالخلايا الإرهابية التابعة للرئيس المخلوع في الجنوب. السلطة أضافت في بيانها عن اللحجي أنه تلقى تدريبات على يد تنظيم القاعدة في العراق، وما عدا الإعلان عن المدينة التي جرى القبض عليه فيها وهي الحوطة والإشارة إلى معلومة ارتباط القيادي بشقيقه سالم اللحجي، تجنبت السلطات أي معلومات أخرى حول الحادثة. بين لحج وعدن تتسع المساحة جغرافياً لكنها تضيق أمنياً مع اشتداد القبضة الأمنية، وهي ما تحتاجه من تكامل لسد الفراغ التي تتحرك فيه العناصر الإرهابية، ولذلك تبدو عدن بحاجة إلى سد هذه البوابة الجنوبية الغربية وإيقاف تسرب العناصر الجهادية إلى مدينة لحج وعدن التي تسببت بالكثير من الجرائم والمتاعب للسلطات.